سمك 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 استكوزو استكوزو سمك سمك ما صورنا اعتزاز انه نبيع سمك استكوزو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه جميعا. اذكروا الله وصلوا على النبي، اول شيء الله يحفظ بلدنا وينصر جنودنا في الحد الجنوبي. المهم امس داول المقطع عمل ترند في السعوديه، الموضوع ما فيه ارسلت سواق بدر مهيزه قلت في سمك جايني من ابو ثامر حبيب قلبي الشيخ منصور بلوي، قال لي هذا السمك لاهلك. قلت زين، انا العب بلوت انا وخالد رزيحان وبندر وعزيز، وفزت 2-1 عليهم. طبعا بندر وخالد دائما طقوا، انا سمعوني اكلم قال كيف يجي سمك ما تنزل؟ قلت والله الوالده غالي على قلبي ورزيحان كلهم هذي. قلت من سواق بدر مهيزه تعال لي انا في العقيق ما ادري ايش عند الزحام. جاء فعشان افرز انزل على ما قالوا قسمهم من السمك والجمبري والسكون. قلت بندر امسك امسك الجوال صورني. قام بندر مسك الجوال قلت استكوزا سمك سمك. قلت ما سوى الاعتزال ببيع سمك واستكوزا وافتخر ترى، وهي مهنه ترى ما هي عيب، يعني الواحد يبيع الناس ياكلون ويسوي خير مع الناس وكذا، يعني مزحه. يعني انا ماني زعلان عشان عزال او شيء، لا والله هي مزحه. ولا ابو ناصر انا عارف العزال بيصير لانه وعد، وابو ناصر كلمته يعني سيف ما يحتاج.